which surah do you love the most from the Quran and you recite it very well. I'm going to do now Surah Al Kafirun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله العظيم الله لوك إس هانس ما شاء الله when he started to recite the Quran he did like he's in prayer ما شاء الله in, in Salah. great حبيبي